خسفنا به وبدار الأرض. طيب فين بقى اللي يقدر يمنع عنه ده؟ مين يقدر يمنع عنه الخس؟ مين يقدر يمنع عنك الموت؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. فين الخدم وفين الحاشة؟ فين السبعين ألف؟ راحوا فين؟ فين السبعين ألف؟ فين العصبة أولي القوة الذين كانوا يحملون له مفاتح الخزائن؟ أين ذهب هؤلاء؟ ما استطاع هؤلاء أن ينصروه. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، ولا هو بنفسه يقدر ينتصر. يبقى لا حد هينصره من خارجه ولا هو عنده قدرة ذاتية على أن يمنع عن نفسه قدر الله فيه سبحانه وتعالى. فإنسان يتعظ، إنسان يتعظ. يبقى لا حد هينفعك من غيرك، ولا أولادك ولا زوجتك، ولا لو أنت عندك كل الدنيا تحت رجليك ما حدش هينفع، وما حدش هيدخل معاك القبر إلا عملك فقط، هو ده بس اللي هينفع، هو ده بس اللي هينفع. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، يبقى ما فيش حد نفعه، لا خدم ولا حشم ولا جنود ولا أي حاجة، ولا هو بنفسه عنده قدرة أن ينتصر، وما كان من المنتصرين. اللحظة دي بقى، وهذا اليوم من أيام الله،